مشاهدي قناة الجزيرة المباشر، نحن في منطقة السحيحة مشاولة، حيث تقدم الجيش الوطني ممثل بمحور تعز، سيطروا على مناطق عديدة في هذا اليوم وفي الأيام السابقة. سيحدثنا القائد اللواء 35 عبد الرحمن العميد ركن عبد الرحمن الشمساني عن آخر التطورات في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تطهير اليوم منطقة الكدحة بالكامل، وتم التحام جبهة اللواء 35 مع لواء ألوية العمالقة بالجهة الغربية. ما بقى للحوثي إلا أشياء قليلة في منطقة الحناية ومنطقة غباري بالجهة الأيمن إلى منطقة الطوير، وسيتم تطهيرها في الأيام القادمة بإذن الله. والأمور نبشركم بخير، فالأمور العدو منهار وقوات الشرعية تتقدم يوما بعد يوم. تمكن اليوم من تطهير فلول ما تبقى من شرذمة الحوثيين جميعا والمتحوثين، واستولينا على أسلحة ومعدات، وتم عصر بعض الأسرى موجودين لدينا. وبفضل الله تمكن أبطال اللواء 35 من تطهير المنطقة والتحام جبهة الكدحة مع جبهة العمالقة جميعا، وتقدم ألوية المحور في الجهة الغربية مع محور مع جبهة مقبنة وجبهة الأشروح. إن شاء الله النصر ولأبطالنا المقاتلين والشفاء للجرحى والرحمة على شهداء الأبطال، وشكرا. إيش تتوقع بس في الساعات القادمة بالنسبة لمحور تعز والقوات العمالقة؟ الحمد لله نتوقع كثير جدا، وتلاحم كبير وتنسيق كبير بيتم بين العمالقة ومحور تعز، وتمكن بإذن الله قريبا من فتح الجبهة الغربية مع جبهة العمالقة بإذن الله، والتقدم إلى البرح بإذن الله تعالى. خلاص. رائد بهاء القدسي. الرائد بهاء القدسي، حدثنا عن سير المعارك منذ صباح اليوم والمعارك في الأيام السابقة. ما الذي يدور في هذه المناطق وأهمية هذه المناطق بالنسبة للساحل الغربي، بالنسبة لمدينة تعز، بالنسبة للمعركة بالكامل التي تدور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل شيء، نحمد الله. اليوم انتصارات كبيرة متقدمة من الشباب الرجال المرابطين المناضلين. تم تحرير الجبهة والتحاقنا بجبهة الساحل، مما تم أسر عدد كثير من الحوثة واقتنام عدات عديدة من السلاح والغنائم، الحمد لله. وتم التحامنا مع جبهة الساحل، هذا يعتبر أنه انتصار لأبناء تعز وانتصار لمارب، والرحمة للشهداء. ما الذي يمثله جبل غباري أو هذا الجبل بالنسبة للفاصل ما بين الجبهتين، جبهة العمالقة في الساحل الغربي ومحور تعز في منطقة الكدحة السحيحة؟ يعتبر السد المانع أو الجسر المانع بين الجبهة الغربية بين الساحل الغربي وجبهة مقبنة ومدخل تعز الغربي. شكرا جزيلا. العقيد عبد الكريم العواضي. العقيد عبد الكريم العواضي، أحد أفراد التوجيه المعنوي في محور تعز.
حدثنا عن اخر التطورات بالنسبه للمعارك بالنسبه لتقدمات الجيش. الحمد لله اليوم تقدمات ترفع الراس. ابطال قوات محور تعز بالكامل مع اللواء 35 واللواء الخامس واللواء 17 تقدموا اليوم الى تم تصفيه ما تبقى من الجيوب جيوب الميليشيات الحوثيه في منطقه الكدحب بالكامل. اليوم قواتنا تلتحم بقوات اللواء الركن هيثم قاسم طاهر قوات العمالقه في جبهه الوازعيه. اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى سنلتحم بقوات اللواء 17 واللواء 45 في جبهه مقبنه. هذا جبل غباري القاطع الان بين جبهه الساحل الغربي ومحور تعز. سنتعداه في الساعات القادمه بحول الله. سنقطع الخط سندخل الى منطقه البرح بحول الله في الساعات القادمه بحول الله. لدي حدثني قبل قليل لديك ربما يكون ابيات شعريه او كذا. قولوا لذي نفسه تحز على سقوطك يا تعز، تعز علينا شبالها وابطالها اللي حن تفز، تفز فز القصوره وتقطع اللحم العرز، فلا تفكر تعتدي ولا تجيها مستفز، وان انت نادم منكسر ندمان ضايق محتوز، وتعود عاجز مثل من قبلك على باب عجز. هذه تعز أرض الثقافة والفكر، هذه تعز اللي تغثوها مرار، هذه تعز اللي دوخها كل الغجر بالوعي والحكمة وفي كل ابتكار، هذه تعز اللي تمتلك بعد النظر ساعات صفا قوه وساعات الغبار، هذه تعز اللي صوت ناقوس الخطر يجمع طوائفها ولو كانوا شجار.